بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. إن هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية، عدا عن تدمير أكثر من 80% من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من 150,000 فلسطيني. إن المجتمع الدولي مطالب بوقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي. ونجدد هنا التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في العام 49. في عام 49 لم تقبل إسرائيل في الأمم المتحدة إلا بشرطين: قبول القرار 181 و194 ووقعت على الالتزام، وهذاك يوم وهذا يوم. وعند تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها في حال عدم وفائها بالتزاماتها، نكتفي بالشجب والمسبات وغيرها، نريد قرارات، نريد مواقف حاسمة من العالم ومن عندنا بالذات ومن الأمم المتحدة. إن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بما يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 67، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، هو حق أساس لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة. نحن الوحيدون في العالم الأعضاء المراقبون في الأمم المتحدة، نريد أن نكون أعضاء كاملين زي باقي العالم. لقد حان الوقت، وبعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة، أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار، بشكل فوري. أمريكا
استعملت الفيتو 3 مرات لمنع وقف إطلاق النار، هذه الدولة العظمى، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وإغاثة وإيواء النازحين تمهيداً لإعادة الإعمار. البلد دمر، غزة مدمر بالكامل، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها، مجددين التأكيد أيضاً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 2334. إن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة وبما يحقق الصمود والاستدامة وخلق فرص العمل في إطار اقتصاد أخضر وتحول رقمي يواكب معايير التنمية. الأمر الذي يتطلب بناء الشراكات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاقتصاد وتأمين مستقبل للأجيال القادمة. نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته واستضافته الكريمة ورعايته لهذا المؤتمر، ونجدد الإشادة بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها مصر الشقيقة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، والشكر موصول للأمم المتحدة وجميع المنظمين لهذا المنتدى الهام الذي نتمنى له النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.